لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي إن شاء الله نكمل البروجكت اللي إحنا شغالين فيه. إحنا طبعا المستوى ده قلنا إن إحنا هنتكلم هنبدأ خلاص هنشتغل بشكل سريع شوية. صممنا السايت وقطعنا، ودي كانت آخر حاجة عملناها اللي هي الصور اللي إحنا قطعناها للسايت. وهنبدأ دلوقتي نشتغل، هنجيب طبعا الكود جاهز بتاع الـ HTML4 اللي إحنا اتعودنا عليه، ونبدأ نتعلم إزاي نكتبه بشكل مختلف أو نحوله لـ HTML5. زي ما إحنا عارفين ده شكل المجلد بتاع المشروع. عندنا ملف الصور اخر حاجه وصلنا ليها في التقطيع، وبعد كده بنعمل ملفات ال CSS الفونتس من والريسيت من والستايلز، وبعد كده عندنا ايه ال HTML فايل. بعد كده انا بكتب طبعا الكود عادي جدا زي ما اتعلمنا في المواقع اللي قبل كده الموجوده. في عندي كود خاص بال HTML زي ما احنا شايفين هنا، والكود الخاص بال CSS موجود هنا. هرجع تاني على ال HTML زي ما انا موجود كده، ابدا اشوف التقسيمه بتاعتي. في عندي في طبعا ال HTML عادي والهيد بتاعي موجود. بعد كده في جوه البادي ببدا اشتغل، عندي في هيدر جوه البادي في الرابر. بعد كده في عندي في الهيدر وفي المنيو وتحتهم في الكونتنت. الكونتنت ده فيه اكتر من ديف بالنسبه لي، في السلايدر بقى تحت السلايدر في بلوكس، تحت البلوكس في ثلاثه ايه فلوتس مع بعض، في اباوت وفي ادز وفي النيوز ليتر. بعد كده عندي الجزء الخاص بالفوتر زي ما احنا شايفين. طبعا التقسيم ده عادي جدا واحنا كلنا اشتغلنا الشغل ده مفيهوش اي مشاكل بالنسبه لنا، تمام. خلينا نستفيله كده عشان نقدر ايه نقف عليه. دلوقتي هناخد نظره سريعه على ال HTML وايه الجديد اللي احنا ممكن نستخدمه واحنا شغالين، ونرجع نطبق الكلام ده بشكل عملي على السايت بتاعنا. برضو قبل ما نروح، ده الجزء الخاص بال CSS. طبعا كود عادي جدا كلنا اتعودنا عليه ونقدر نعمله. جميل. دلوقتي انا زي ما اتعودنا مع بعض يعني وتعلمنا ان احنا المرجع بتاعنا الاساسي هو ايه موقع W3، فهنرجع على W3. جميل. وده النيو اليمنتس بتاع ال HTML، على طول هننزل على النيو اليمنتس. تمام. هو بيقول لك ان عنده حاجه اسمها الكانفاس، وعنده الاوديو والفيديو والسورس والامبيد والتراك، وفي الحاجات الخاصه بالفورم زي الداتا ليست والكيجن والاوتبوت. بشكل عام الجزء اللي هو هيأثر معانا كتير قوي اللي هو ايه السيمانتيك او الستراكشرال اليمنتس، اللي هو ايه الموضوع الديفات. احنا قلنا ان خلاص الديف هيبدا يتلاشى او يختفي في الشغل بتاعنا. طيب هشيل الديف، طب الديف هنا كان اسمه هنا ايه اسمه الهيدر، وهنا المنيو، وهنا السلايدر بيختلف اسمه وانا ماشي. طب هشيله بناء على ايه وهنزل ايه مكانه؟ هنا بقى الجزء ده اللي هو ايه اللي اسمه السيمانتيك او الستراكشرال اليمنتس. فقال لك ان هو ممكن يجي معايا كارتيكل، يعني نص او مقال، وده طبعا هيكون معانا فين؟ خلينا نشوف السايت النموذج بتاعنا. طبعا هيكون في الجزء الخاص مثلا زي نقطه اصل، لان ده ارتيكل مكتوب. جميل. يبقى احنا هنقدر نستخدم الارتيكل هنا في الاجزاء النصيه اللي زي كده. طيب ايه تاني عندنا؟ قال لك في حاجه اسمها اسايد. يبقى ده ايه سايد بار او الايه الجزء اللي في يمين عندنا مثلا زي الجزء ده. كويس جدا. بعد كده بقول لك في حاجه اسمها البي دي اي، دي مش هتستخدمها كتير قوي، لكن هي بتستخدم في لما اكون بكتب مثلا تكست بالانجلش وفي جزء بالعربي. يعني هو بيقول لك هي بتيزوليت بارت اوف تكست ذات مايت بي فورماتد ان ا ديفرنت دايركشن. يعني انا بكتب مثلا السايت كله بالانجلش او في جزء عربي في النص او العكس، يعني في حاجه ايه محتاجه ان هي تبقى بي فورماتد ان ديفرنت دايركشن. في كوماند وفي ديتيلز. الديتيلز اللي هو ايه؟ لو انا مثلا عاوز اعمل الجزء الخاص ان انا اظهر جزء مثلا، لو عندي مثلا نص كبير زي ده تمام، وعايز هو ايه النص ده كله ما يظهرش، يعني مثلا هظهر الباراجراف ده والباراجراف ده والثالث لا، او العكس هظهر الباراجراف ده والاثنين دول لا، يبقى بحط الكلام ده كله في حاجه اسمها ديتيلز، وبخلي جوه الديتيلز في حاجه اسمها السمري بتشيل ده. يعني لو جيت هنا في حاجه اسمها ديتيلز تمام، بتديفاينز اديشنال ديتيلز ذات يوزر كان فيو اور هايد. طب هي فيو اور هايد ازاي؟ ان انا بحط جواها حاجه اسمها ايه؟ اسمها سامري. السامري ده اللي هو الجزء الثابت اللي هو مثلا الجزء ده، ودول اللي هم ايه في هايد بقى وفيو ان انا اعرض دول او اخفيهم. في فيجر. الفيجر دايما بنستخدمه لو كان عندنا صوره مثلا، يعني اللي هو لو في صوره في دايجرام في كود ليستنج في حاجه معينه بنستخدمها. فخلينا نفترض ان احنا عندنا صوره معينه
وفي حاجه اسمها الفيجر كابشن بتيجي معاها دايما اللي بستخدمها تحتها على طول، اللي هو ايه الكابشن بتاع الصوره. لو انا مثلا بعرض صوره زي كده مثلا، خلينا نفترض دي صوره وده الكابشن بتاعها، يبقى نحط دي فيجر وده ايه في الفيجر كابشن. في عندي تاني في الفوتر، طبعا خلاص مبقيناش محتاجين نكتب ديف اي دي مثلا فوتر او ديف اي دي مثلا ايا كان حاجه الديتيلز او الارتيكل او اباوت او الكلام ده، خلاص بنبدل على طول، بنفتح تاج اسمه فوتر او هيدر او اتش جروب للاتش 1 لحد الاتش 6. في مارك اللي هو بيعمل هايلايت التكست، يعني هو هيعلم المكان ده فيه متر للمقاييس او الحاجه اللي هي ايه سكالر ميجرمنت وذين انون رينج، هو انت تعرف الرينج بتاعه يعني. بعد كده الناف، ودي حاجه ضروريه يعني، احنا من الحاجات الضروريه عندنا الناف اللي هو هنستخدمه في المنيوز بتاعتنا، بدل ما نقعد نفتح يو ال وال اي والكلام ده كله، خلاص هنبدا نخفف الضغط ده، هي ناف جواها ايه الاي اتش ريف بتاعتي على طول. بعد كده يهمني في عندي سيكشن، تمام، اللي هو ديفاين سيكشن ان الدوكيمنت. انا مثلا عايز ايه، كنت نعمل ديف اي دي كونتنت واحط فيه سيكشن كبير او جزء كبير، لا ممكن استخدم كلمه سيكشن على طول واحط ايه، وينفع طبعا احط سيكشن داخل سيكشن داخل سيكشن، مش مشكله خالص. في ده بيعرف التايم لو انا عندي تايم، تمام، خلاص كده اعتقد دي الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن استخدمها وانا شغال. طيب في حاجات ضروري قوي لازم اكون عارفها اقف عليها، طبعا انا محتاج الناس كلها تدخل تقرا الكلام ده كويس وتدخل تمشي شابتر باي شابتر وتشوف ازاي طبعا الكود موجود هنا بشكل لذيذ قوي، وانت تعمل تراي باي يور سيلف وتشوف ازاي تستخدمه، تمام. في حاجات ضروريه لازم نقف عليها، زي مثلا اول حاجه اللي هي الخاصه بالاستراكشرال اليمنتس او السيمانتيك اليمنتس، اللي هو الشكل المرسوم قدامنا ده. احنا كنا بنعمل ديف اي دي هيدر، ونقعد ديف اي دي مثلا ناف بار او منيو سيكشن وارتكل واسايد وفوتر، الحاجات دي كلها بنستخدمها بالشكل العادي بتاعنا ده، اللي هو ديف اي دي كذا والديف اي دي كذا او ديف كلاس كذا. فبالتالي انا دلوقتي بقيت كل اللي انا محتاجه ان انا عاوز اعمل ايه، عاوز اعمل هيدر، خلاص فين الهيدر بتاعي اللي هو ده، كل اللي انا هعمله هشيل كل الكلام ده تمام كده، وبكتب هيدر على طول. يعني مثلا لو جيت انا افتح كده، طبعا هو هتلاقي دريم ويفر على طول بيجيب لي كلمه هيدر كده جاهزه بالشكل ده، تمام. طبعا ما انساش ان القفله بتاعتي هتبقى قفله ايه، يعني لو شلت كده هتلاقي هو فهم انا عايز اقفل ايه على طول. اه دي القفله بتاعت الديب، اه هنا القفله بتاعت الهيدر، تمام، معلش بس كده هقفل، ادي هيدر طبعا ايه اتقفلت معايا. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا شلت الاي دي اللي كان موجود وسميته ايه بالسيكشن الجديد بتاعه، جميل، تمام. خليني ارجع تاني هنا وشوف عندي حاجه اسمها ناف للمنيو. خلينا نقف على الحاجات الرئيسيه بتاعتنا الاول، بعد كده ايه نتكلم. دي المنيو بتاعتي يو ال عاديه جدا، فقال لك اه والله المنيو دي لا خلاص بقى ليها تاج جديد خالص، لما بفتح كده وبعمل ناف، جميل، وبقفل الناف بتاعي عادي خالص، ودي القفله بتاعت الناف اهي، لو انا جيت قفلت كده بيقفل ايه الناف بتاعتي. طيب جميل جدا. الحاجات اللي جوه الناف دي انا هستخدمها ازاي؟ قال لك اه كل بقى الزيادات اللي موجوده في اليو ال والال اي دي انا مش محتاجها، كل اللي انا محتاجه ان انا هعمل ايه؟ الاي اتش اف على طول كده، يعني هشيل الكلام ده كله كده، تمام، وبعدين ايه ديليت، وهنزل هنا بالتاب بتاعتي عادي، وببدا ايه انزل بالشكل دي الناف بتاعتي، يعني خلينا نتخيل شكل الناف بتاعنا كده، جميل، مثلا عشان نطلع الديب ده بره. طيب انا لو انا رجعت تاني كده زي ما انا كنت موجود، طب انا اعمل ايه مثلا في اللوجو اللي داخل الهيدر، او اعمل ايه في السترينكس اللي داخل ده؟ طبعا عندي حاجه اسمها سيكشن، يبقى انا اقدر استخدم الكلام ده كله كسيكشن، او ان انا اشيل اصلا الديب اسمه لوجو وابدا اشتغل عليه ان هو ايه ايمج على طول، عنصر داخل الهيدر، تمام. خلينا في نيوز مثلا، طيب اه هنعمل ايه في نيوز؟ ممكن نسميها سيكشن على طول. طب الكلام ده هينفع؟ اه طبعا عادي جدا. فاكرين احنا كنا موضوع الكابسوليشن احنا كنا بنعمله ان احنا بنعمل ايه ديف داخل ديف داخل ديف، بنفس الطريقه برضو لما اروح اتكلم على نيوز هقول له ايه هيدر، بعد ادخل جوه الهيدر هات لي السيكشن اللي داخل الهيدر، بنفس الطريقه دي. اعتقد الدنيا واضحه، ما فيش اي مشاكل، الناس كلها تقدر تشتغل بالكلام ده. بعد كده عندي ادي السيكشن، اقدر طبعا اي ديف عندي اقدر اسميه سيكشن، مفيش مشكله خالص، واحط سيكشن داخل سيكشن، يعني اقدر اشيل الكلام ده كله كده، تمام، واكتب ايه سيكشن بالطريقه دي، يعني بدل ما اقعد اعمل كونتنت لا انا هسميها سيكشن على طول. طب انا هتعامل ازاي مع الكلام ده؟ خلينا نروح نعمل معاينه للفايل ده، ادي الشكل بتاعه في الاول اللي هو على القديم، ونعمل معاينه على الجديد. يعني احنا نعمل سيف هنا كنترول اس، وهنا نعمل بريفيو مثلا في الكومنت. طبعا في حاجات كتير ضربت، ليه؟
لان انا السي اس اس عندي بيتكلم على الكلام القديم. طيب تعالى نرجع على السي اس اس هنا ونبدا الحاجات اللي عدلناها نتحكم فيها. احنا قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه هيدر بس. يعني اعمل كنترول اس كده وارجع تاني هنا اعمل ريفرش، تمام، بدا ياخد الابعاد الحاجات اللي اتعملت على الهيدر. طيب ايه تاني؟ اللوجو. اللوجو ده احنا سميناه ايه؟ يا والله قلنا له ان انت اسمك لوجو او هيدر ايمج، مش ده كان الكلام كده؟ جميل، اعمل لي ريفرش. تمام، بدا ايه ياخد الفلوت بتاعه. حلو، انا كان عندي لوجو ايمج وعندي كده اي، يبقى انا مضطر احط دي كمان في سيكشن. يعني اجي هنا اعمل سيكشن تاني، بعمل سيكشن عادي خالص، بحطه داخل السيكشن بتاعي بالشكل ده. طيب انا دلوقتي اصبح عندي اتنين سيكشن، في واحد في الجزء الخاص بتاع نيوز والجزء الخاص بتاع اللوجو. مفيش مشكله خالص ان انا ادخل جواه واقول له ان السيكشن ده ليه اي دي اسمه ايه؟ اسمه لوجو. بالطريقه دي انا لما اجي هنا كده اعمل ريفرش، تمام، يبدا ياخد ايه الابعاد بتاعته، مفيش اي مشاكل. يعني معنى كده لو انا جيت هنا قلت له ان السيكشن ده ليه اي دي برضه، مش كده برضه اسميه ايه؟ نيوز مثلا كده كنترول اس، ورحت هناك عملت ريفرش، تبدا تاخد كل التنسيقات اللي كانت شغال عليها، وهي ديف اسمها نيوز او هي سيكشن اسمها نيوز. مفيش جديد، يعني مفيش ازمه حصلت، مفيش، يعني بالنسبه لنا كديزاينرز ما عندناش ايه اي مشاكل. دلوقتي انا هرجع تاني هنا بالنسبه للناف بار مثلا، انا محتاج اعدل ايه على الناف بار؟ ادي انا مسميه منيو هنا، جميل قوي، كل اللي انا محتاجه بس اشيل ده واسمي ايه؟ ناف. طبعا كنترول اس كده وارجع هنا هعمل ريفرش، بدا ياخد ايه شكل التنسيق بتاع المنيو. جميل، دول حتى نازلين ايه شكلهم، مش مشكله خالص. اصبح عندي المشكله هنا، جميل، ارجع تاني. انا عندي ايه دلوقتي؟ عندي المنيو يو ال، طبعا دي خلاص ما بقتش موجوده خالص. جميل، كل اللي انا محتاجه منها الايه اللي هو موجود داخل الناف. انا هاجي هنا اهو كده وابدا اشتغل على الاي، اطلع فوق اعمل ناف، ادخل على الاي بتاعها واشتغل، يبدا يرتب لي الاي بتاعي. جميل قوي، نفس الكلام بقى اللي انا كنت عامله لل اي بتاعتي، انا كنت عامل لها ايه؟ طبعا هي اوتوماتيكالي خلاص هي فلوت، هي مش محتاجه الفلوت اللي احنا كنا بنعمله قبل كده اللي هو ده. يعني لو جيت هنا عندي فيه فلوت ليفت وبادنج كذا، ممكن اخد البادنج ده، تمام، اوديه على الايه بتاعي. جميل، تمام، يبدا يتحرك معايا ايه بالشكل، نفس الكلام اللي كان موجود في المنيو نفسها، هيبدا يظهر معايا كده ايه واحده بواحده. ايه تاني كان موجود عندي؟ كان عندي مثلا في الايه ساعه الهوفر، يبقى انا خلاص مش محتاج دول كده، والايه نفسه خلاص مش محتاجه اهو. كان عندي المنيو يو ال في الهوفر، خلاص انا كل اللي انا هحتاجه ان انا اقول له الناب الايه لما يبقى فيه هوفر عليه، تمام، هيكون ايه شكله كده لما هوفر عليه، دي الباك جراوند بتاعته، تمام. ايه تاني بتاع ايه عندي تاني؟ عندي مثلا لما بيقول لك الفيرست تشايلد بتاع الايه، هو خلاص انا لغيت بقى اليو ال والال اي والكلام ده كله، خلاص بقى اسمها ناب بالشكل ده كنترول اس، تمام. دي كده ايه الاولى بتاعت الثابته، كل اللي انا محتاجه ان انا اعمل لها هايت وابدا اظبط كاني بالظبط كنت شغال على ال اي الاولانيه. طبعا الكلام ده ينفع اشتغل بيه او اشتغل بطرق تانية، انا ما عنديش اي مشكله خالص. يعني خليني ارجع تاني هنا كده، واضح معايا جدا ان انا هقدر اعمل ايه المنيو بتاعتي بالناف زي ما انا شايف كده، زي ما انا مجرب، ما عنديش مشكله خالص، تمام. طبعا انا الناف هو بس ايه مش هيلغي معايا اليو ال، كويس، يعني انا هفضل اشتغل باليو ال بتاعتي عادي جدا، لكن برضو اقدر استخدم الناف زي ما احنا ايه شايفين كده. ايه تاني ممكن انا استخدمه عندي في ال HTML؟ احنا وصلنا لحد هنا، قلنا السكشن خلاص هنعمل دي ناف، وهنعمل السكشنز خلاص، وقلنا الارتكل. يعني لو جينا هنا جينا على الارتكل كده، فين الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو الجزء الخاص بالسعودي فرنتشر اللي هو ده الاباوت، يبقى احنا هنشيل كل ده ونسميه ايه؟ ارتكل. يعني نفتح كده نعمل ارتكل، تمام، قلنا ده ايه؟ ده مقال، يبدا هو هنا النهايه بتاعته ونقفله قبل ايه؟ كنترول اس كده. لو انا جيت في الناحيه الثانيه وقلت ريفرش، طبعا هيطير كل التنسيق بتاع الاباوت، يبقى انا محتاج اجي على الاباوت واقول له ان انت ايه؟ تعالى هنا، ده هنسميه اباوت. جميل، بس اعمل ريفرش، هيبدا ياخد الشغل بتاعه عادي خالص، بس اخد ده كوبي معايا وابدا ابدله. طبعا انا بشتغل دلوقتي كده بشكل عشوائي بس عشان نشوف احنا ازاي هنبدا نستخدم الكود.
جميل، خلاص بدأ ياخد كل التنسيقات اللي كانت موجودة عليه بالطريقة دي. كويس جدا. وصلت هنا بعدين عندي ال وصلنا هنا تمام. الاسايد قلنا ده هيبقى الجزء اللي موجود فين في الـ في الرايت مثلا او الرايت بار بتاعنا، في فيجر كابشن والفيجر زي ما قلنا، وبعد كده في الفوتر. طيب كده اعتقد العمليه واضحه، مفيش اي مشكله، محتاجه الناس تدخل وتجرب وتشتغل بيديها كتير. كويس. على مدار الخمس او الست مواقع اللي اشتغلناهم مع بعض قبل كده، خلاص فهمنا الكلام ده كويس وعرفنا نكتبه كويس جدا. النهارده بشكل سريع قوي عرفنا ازاي نقفل بقى الكلام ده. لو انا عايز انقل، انا عايز اكتب الكود بال HTML 5 او ان انا اشتغل ديفات، اشتغل بالطريقه دي مفيش اي مشكله بالنسبه لي كحد فاهم ومطبق كويس. بعد كده بسرعه في ال HTML 5 عندي الكود لذيذ قوي بتاع الفيديو، طبعا بياخد الويتس والارتفاع بتاع الفيديو نفسه، وبقول له ان انا الكنترولز اديني الكنترولز بتاعتي، وبياخد السورس، وممكن تديله سورس باكتر من امتداد. يعني هو اعطي له سورس هنا مثلا دوت ام بي 4 وهنا سورس دوت او جي جي. تمام. كل موضوع علشان لو انت في عندك براوزر مش بيسبورت النوع ده يقدر ياخد النوع التاني. فمثلا هو عامل لك هنا جدول لذيذ قوي في ال W3 بايه ايه البراوزرز وبتسبورت ايه ومش بتسبورت ايه، ودي الفورماتس اللي هي موجوده عندك. تمام. ده بالنسبه للفيديو. تراي باي يور سيلف، تقدر تشوف الفيديو نفسه وتقدر تشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو انت حاطط ايه، ادي الكود بكل بساطه، هو فتح فيديو حاطط الويتس والهايت، ودي كلمه كنترولز، يعني احنا دي الكنترولز اللي هي بتشغل الفيديو او تقفله. تمام. يعني انت لو شغلته او وقفته او الصوت نفسه او الصوت من هنا، او لو انت تعمل فول سكرين، كل دي اسمها كنترولز. يعني انا جيت شيل كنترولز من هنا وعملت سبميت للكود، بيلغي الكنترولز نفسها. تمام. وده طبعا زي ما قلنا جوه في الناحيه الثانيه، ده ايه الاوج وده الام بي 4. وفي جمله هنا مش واضحه طبعا قدامنا اللي هي اسمها يور براوزر does not support the video tag. معنى ايه؟ معنى ان هو لو في حاجه قديمه او حاجه مش بتقرا الفيديو تاج بتاع ال HTML 5 هيلغي الفيديو ويطلع له النص ده. طبعا نقدر نكتبه بالعربي لو احنا بنعمل موقع عربي او الكلام ده كله. جميل. بعد الفيديو في الجزء الخاص بالاوديو بنفس الطريقه، انا بطلب اوديو، بطلب بقى كنترولز، وبدي له نفس الكلام السورس بتاعي، وبكتب له المسج في حاله ان هو ايه الاوديو ده مش بيتقرا معايا بالطريقه. طبعا ايه نفس الكنترولز او الكلام ده اقدر الغيها ايه منها. جميل. في برضه نفس الكلام الاوديو فورمات اند براوزر سبورت، جايب لك السبورت ولا مش سبورت اللي عندك. جميل. طبعا هو هنا ايه بيديك الاوديو وداخل ايه والداخل بتاعه سورس زي الفيديو والسورس بتاعه. جميل. خلاص احنا كده خلصنا الفيديو، خلصنا الاوديو. في عندنا الحته لذيذه شويه وظريفه لازم نكون بنشتغل عليها كويس وبنعرفها كويس، اللي هي الجزء الخاص بالانبوتس. احنا طبعا اتعلمنا ان احنا عندنا انبوت. خلينا نرجع للشغل بتاعنا. مثلا احنا عندنا اشتغلنا سايت ايه، خلينا جيرمان مثلا، خلينا نروح عليه ايه والفارتس، اي سايت من اللي عملناهم. ده السايت احنا قلنا ان ده اسمه انبوت، انا ببعت فيه نص بعمل، وده اسمه انبوت، ده طبعا الانبوت تكست وده انبوت سبميت. جميل. نفس الطريقة برضو هنا انبوت تكست وده انبوت سبميت ودي تكست اري، الحاجات دي خاصة بالفورم يعني. هنا أصبح في عندنا إيه اتريبيوتس كتيرة قوي. تمام. أو أنواع كتيرة قوي للانبوت. في حاجة خاصة زي الكلر اللي هو إن إحنا عارفين الكلر بيكر بتاع اللي هو إيه موجود في براوزر، تختار إيه الكلر اللي أنت محتاجه اللي أنت عايز تحدده. نفس الطريقة دي. تمام. بتفتح انبوت عادي والتايب بتاعه بيكون كلر، وبتدي له نيم مثلا. نيم ده طبعا بيستخدمه الديفلوبر بعد كده إنه ياخد القيمة اللي جات. بس خلي بالنا العلامه دي معناها ان هو سبورتد فين؟ في الكروم بس، مش سبورت في الكروم والاوبرا، ومش سبورتد في الباقيين دول. فاعمل تراي مثلا، خلينا نشوف الشكل بتاعه. دلوقتي انا كتبت ان انا عندي فورم اكشن مثلا، ديمو فورم ده اللي هو الصفحه اللي فيها الاي اس بي كود بتاع البرمجه. احنا بنقول له سيلكت يور فيفورت كلر اللي هي الكلام ده. تمام. وبعدها في عندي ايه؟ في عندي الانبوت الطيب بتاعه كلر، وهيحطه لي في النيم ده. وبعد كده في سبميت، يعني انا فتحت كده يبدا يديني الباليت نفسها، اقدر اختار نوع الكلر اللي عندي. لما بدوس اوكي هو بيحدد الايه اللون اللي انا اخترته وبياخده معاه، واقدر لما اعمل سبميت ياخده كبروجرامنج. طبعا الكلام ده هيقف لحد هنا، بس هو برمجيا شغال معاك زي ما انت شايف. تمام. بعد كده عندي الديت مثلا، لو انا هختار تاريخ بدل ما اقعد اكتب تاريخ او اخلي اليوزر يقعد يكتب تاريخ، لا انا بس بقول له ان الانبوت ده تمام التايب بتاعه ديت،
وطبعا النيم دي خاصه بالبرمجه اللي هي تروح ايه البي دي البي دي مثلا الكلام ده، فاقدر ان انا ايه اكتب المانث والدي وكده، وابدا احدد او افتح الكالندر نفسها واختار التاريخ يجي لي ايه زي ما احنا شايفين كده بشكل ظريف جدا. ده بالنسبه للدي. جميل. دلوقتي عندي في الان دوت تايب في الديترماين لوكال بيحدد المكان اللي انت فيه في الايميل، لو انا مثلا عملت الحاجات اللي احنا برضه ممكن نستخدمها. تمام، ان انا بس بقول له ان التايب تمام بتاعي بيكون ايه ايميل. كويس، هنا موجوده معايا الانبوت ايميل والنيم بتاعه ايميل. طبعا كلها حاجات تعريفيه بتساعدني في حاجات، وفي حاجات بالنسبه لي مش هتضيف جديد يعني، بس مش مشكله خالص. انا عملت كده، في هنا في عندي اللي هو ايه ان النوع ده تايم، فبالتالي اقدر بدل ما اكتبه اقدر ايه احدده. تمام، فهنا اقدر اقول الكلام ده ازاي، ان انا عندي الانبوت تايب بتاعه نمبر والنيم كوانتيتي المينيمم واحد والماكسيمم ايه خمسه. معنى كده ايه؟ معناه ان هو العداد اللي هيفتحه لي ده بيقف بيشتغل من واحد لحد خمسه. تمام، بالطريقه دي. فدي حاجه من الحاجات برضو الظريفه اللي احنا ممكن تفيدنا وتعمل معانا شغل كويس واحنا شغالين. جميل. بعد كده في عندي الرينج، بيقول لك التايب رينج والنيم بوينتس والمين والماكس. نفس الطريقه برضو ان انا اقدر احدد الرينج بتاعي. تمام، هو طبعا كل واحد من دول 1 2 3 4 لحد 10 بالشكل ده، انا بحدد مين من المينيمم بتاعي والماكسيمم بتاعي. يبقى انا عندي الرينج اقدر ادي له اتريبيوت اسمه مين، وادي له اتريبيوت ثاني اسمه ماكس، ونفس الكلام النمبر ادي له مين وماكس عشان يعمل لي ايه الكاونتر اللي احنا شفناه. تمام، في سيرش. جميل، هنا انا بقول له مثلا ايه التايب بتاعي سيرش والنيم جوجل سيرش. بالطريقه دي يقدر هو ايه اليوزر يسيرش. طبعا نيم جوجل سيرش دي مش معناه ان هو يسيرش في جوجل يعني، لا دي اللي هو ايه كمثال يعني، احنا ممكن الاسم ده اللي هو برمجيا هيستخدم فيه. تمام، في تليفون ان انا استخدمه تليفون. الحاجات دي كلها مفيده قوي في الاس اي او، ان هي تفهم او تعرف السيرش انجن ان ده نوعه ايه وهو بيسيرش يقدر يحدد. تمام، ده تليفون وده نفس الكلام برضو نيم، مش اي ايه جديد فيه. تمام، في تايم، في يو ار ال، في ويك اسبوع. تمام، هو هنا بيحدد ويك طبعا ده اسم عادي. تمام، يبقى دي من الحاجات الضروري برضو ان احنا نعرفها ونشتغلها كويس، الاجزاء الخاصه اللي هي الانبوت او بالانبوت اللي هي الانبوت تايبس. دلوقتي كده ايه اتكلمنا بشكل سريع على الجزء الخاص بال HTML 5 و4 وازاي ان احنا نوصل من ده لده ونحول ايه ونشتغل. تمام، طبعا المطلوب مننا دلوقتي التاسك بتاعنا في المحاضره دي ان احنا هنعمل كل الكود بقى ايه السايت. احنا طبعا طلبنا قبل ما نسجل الفيديو ان احنا نكتب الكود ده، وما شاء الله الناس كاتباه كويس جدا، وواضح ان الناس خلاص ما شاء الله عليها ايه مش محتاجه بقى خلاص ان احنا نقعد نشرح ونقسم في السايت. فكل الناس طبعا كتبت السايت بالعادي بالفور والديفات وكده، محتاجين الناس بقى تبدا تشتغل بشكل تاني وتكتب الكود بالايه بال HTML 5 تاجز وهي شغاله.